مبروك علي الجائزة الثانية هذه في الموسم. هذا كله يجي تشجيع الفريق عجمان وتشجيع الفراس بالعربي. لازم إن شاء الله نكمل على المستوى والمنول هذا، ولازم نقدم كل ما عندي في كل مباراة. نشكر كل اللي صوت لي وكل اللي فانز بتاع عجمان وكل الإماراتيين، وإن شاء الله بإذن الله جاي خير إن شاء الله. نشكر سبور فور أور على الجوائز هذه وعلى التكريم الجيد والخاص، وإن شاء الله يكملوا في المنور هذا، وإن شاء الله الله يوفقهم كمان.